السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم طلابنا الأعزاء بكل خير ومحبة. اليوم إن شاء الله سنبدأ من منصتنا التعليمية ومنصة مدرسة الزهراء النموذجية الخاصة، الدرس الثاني والحصة الثانية من مادة العلوم والحياة للصف الثالث. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل أجزاء النبات، درس بعنوان أجزاء النبات. سوف نستكمل هذا الدرس على أن يكون اليوم إن شاء الله ننهي في موضوع أجزاء النبات، والحصة القادمة نتطرق إلى الدرس الجديد. فاليوم بدي أكون تكونوا منتبهين معي وإن شاء الله تتم الأهداف على خير. سنعرض الآن اللي هو أهم الأهداف الواجب إنجازها بعد الانتهاء من هذا من هذه الحصة، وقبل الأهداف سوف نقوم بعرض هي المقدمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. اليوم إن شاء الله تتابع الحصة الثانية لمادة العلوم والحياة للصف الثالث. أهلا وسهلا بكم جميعا. في هذه الحصة مفترض عزيزي الطالب أن تكون بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تعدد أجزاء النبات بمفردك، يعني أنت لحالك بدك تحدد لي أجزاء النبات. أنا رح أسألك وأنت تعطيني إياهم الخمس أجزاء. أي الهدف الثاني أن تذكر وظيفة كل جزء، أن تكون قادر على أن تعرف وظيفة كل جزء من أجزاء النبات. الورقة ما أهميتها، الساق ما أهميته، الجذر شو أهميته، كل جزء بالضبط بتعرف شو أهميته. طبعا الهدف الثالث أن تحاول قدر الإمكان أن ترسم أجزاء النبات. بعد الحصة إن شاء الله حاول مع ماما ترسم لي رسمة بسيطة لأجزاء النبات تحدد لي فيهم. تمام إن شاء الله. إذا أنت أتقنت هذه الأهداف معناته أنت فهمت الدرس وكنت توب في حصة العلوم. آخر شيء راح تجمل بلغتك، يعني راح تلخص لي بلغتك الحلوة أهم ما تعلمته خلال حصة العلوم لهذا اليوم. طيب راح نبلش بالصورة الأولى. من طلابنا الأعزاء يعدد لنا أجزاء النبات؟ ارفع لي إيدك وأشوف مين المشاركين معي، لأنه حيكون إن شاء الله في مفاجآت حلوة الأسبوع الجاي للطلبة المشاركين اللي بيشاركوا معي وللي بيجتهدوا معي وأولياء أمهم معنا. إن شاء الله حنتم تكريمهم بإذن الله ورح عملهم أشياء حلوة وشهادات حلوة لإلهم. طيب بدي مشاركة اليوم إن شاء الله من الجميع. نشوف مين أول واحد يجاوبنا. طيب نشوف محمد الكرونز. محمد تفضل حبيبي، تفضل حبيب محمد. أيوة عدد أجزاء النبات، عدد لي أجزاء النبات أو اذكر أجزاء النبات الخمسة. هناك خمس أجزاء للنبات، اذكر لي إياهم. يلا أشوف. استنى حبيبي، ابدأ من تحت دائما، ابدأ من الأسفل من التربة. ابدأ لي من التربة، أول جزء يوجد تحت التربة متخبي ما بنشوفه بسميه؟ أيوة الجذر. برافو عليك يا محمد، أحسنت يا مس. طيب الجزء الثاني أحسنت. الجزء الثاني الساق. الساق لونه ما لون الساق؟ أحمر ولا أصفر ولا أخضر؟ برافو عليك، رائع يا محمد. محمد بيحكي لي اي مس انت عندك الجذر وعندك الساق. طب استنى شوي نشوف طالب تاني يعطينا كمان إجابة. نشوف حاتم، خليك معي يا محمد. نشوف حاتم. حاتم في مجال يا حاتم تفتح الفيديو، افتح الفيديو حاتم بعد إذنك حبيبي. حاتم راح استضيفك هنا عند ميلك. ايوه يا حاتم، نورنا يا حاتم. أعطيني كمان جزئين تانيات. الورقة. برافو عليك. استنى، الورقة ما لون الورقة؟ ورقة النبات إيش بيغلب عليها، أي لون؟ أخضر. ممتاز، برافو عليك. أخضر. معظم أوراق النبات لونها أخضر. طيب لقدام شوية رح نعرف ما وظيفتها. أعطيني جزء تاني غير الورقة. محمد حكينا الجذر، زهرة. أنت حكيت الورقة والزهرة، برافو عليك. طيب لو سألتك يا حاتم شو أكتر زهرة أنت بتحبها؟ أكثر الأزهار اللي أنت بتحبهم؟ زهرة. نعم؟ أكثر زهرة أنت بتحبها، أكثر وردة أنت بتحبها، أكثر نوع أزهار أنت بتحبه؟ الجوري. الجوري، برافو عليك، حلو الجوري حبيبي، بس أنت أحلى منه.
طيب نشوف زين. زين حيفوت معنا. زين إذا في عندك مشكلة افتح لنا الكاميرا ونشوفك، نضيفك مع زملائك. أي زين اسمح لنا بفتح الفيديو وتفضل مع زملائك. أيوة زين، صباحك حبيبي. زين أعطيني، ضل في جزء ما حكوا طلابنا زملائك اثنين. محمد حكى في جزئين اللي هو الجذر والصاء، حاتم حكى لنا الورقة والزهرة. يا زين شو بتحكي لهم الجزء الخامس؟ الجزء الخامس يا زين، الجزء الخامس يا زين معانا يا زين؟ طيب نشوف كنان، نشوف كنان، نشوف كنان. طب ماشي فيش صوت، حنشوف نرجع لزين مرة أخرى. زين زين سمرة، برافو عليك، افتح لنا الفيديو يا زين إذا ما عندك مشكلة حبيبي. إذا ما في عندك مشكلة أهلا وسهلا يا زين. إذا الجزء الخامس هو إيش الجزء اللي أنت حكيت لنا؟ الثمرة. طب أعطيني اسم ثمرة أنت بتحبها، أكثر الثمار اللي أنت بتحبهم. أيوة ثمرة، أي فاكهة أي خضروات أنت بتحبها، أكثر نوع أنت بتحبه. أيوة احكي تفضل. ما بتحب الموزة، ما بتحب التفاحة، ما بتحب البلحة. يختي سعدة أحلى أحلى. زين برافو عليك يا زين. إذن زين حكينا الثمرة أيضا جزء مهم بالنبات. طب بدي أسألكم سؤال أنتوا الثلاثة وأشوف من فيكم الشطور اللي جاوبوا. هل جميع النباتات تثمر وكل الشجر بيعطينا ثمر، أم أن هناك أشجار لا تثمر؟ الأشجار ما فيها ثمر. أيوة أيوة، أشوف مين حلو اللي يرفع إيده أول واحد. أيوة لا مين؟ ارفع ايدك، ارفع ايدك. ايوه ارفع لي ايدك حبيبي. طيب نشوف حاتم، شوف حاتم. ايوه طيب ايوه زين، ايوه زين. بعد الاشجار زينه. برافو عليك، احسنت يا حاتم، احسنت يا زين، برافو عليك يا زين. زين بحكي لنا مش كل الاشجار بتعطي ثمار، عندي كمس اشجار الزينه اللي بنشوفها بالشوارع او بنحطها بالبيوت او بنحطها في الحدائق بنشوفها بنزرعها هناك، هذه اشجار لا تعطي ثمار. طب مين فيكم البطل اللي راح احط له درجه بالنشاط يحكي لي ماذا تسمى الاشجار التي لا تعطي ثمار او بتعطينا ثمار لكن ثمارها لا تؤكل، لا تؤكل ثمارها، لا تؤكل ثمار. تعال شوف كنان، معلش معلش نشوف كنان، نشوف كنان، نشوف كنان، نشوف كنان، نشوف كنان. تفضل يا كنان، ما اسم الأشجار التي لا تعطي ثمار أو إذا أعطتنا ثمار لا تؤكل؟ أيوة اسم هالأشجار، أخذتوها في صف ثاني أعتقد. الأشجار، أنا أسهلها عليك، الأشجار المثمرة أم الأشجار الحرجية؟ مثمرة أم حرجية؟ حرجية. برافو عليك، أحسنت 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 يا كنان، أحسنت. الأشجار الحرجية أو الأشجار الحرجية حسب التسمية، هذه أشجار لا تثمر، وإذا أعطتك ثمر زي الصنوبر، الصنوبر والسرو. أيوة الصنوبر، الصنوبر والسرو أشجار تعطي ثمار لونها أسود أو لونها بني لكن ما بتؤكل ثمارها، لا تؤكل ثمارها. تمام يا حلوين، شكرا لكم ويعطيكم العافية. حافظ يا زين تحكي شيء، تفضل. زين بده يضيف معلومة، تفضل يا زين، تفضل حبيبي تكلم احكي. أيوة يا زين نسمع. كان بده يجاوب على أسماء الأشجار. طب تفضل عادي، عيد الإجابة مرة تانية ما في أي مشكلة حبيبي، احكي يا زين تفضل حبيبي. شقائق النعمان. برافو عليك، شقائق النعمان حلوة. شقائق النعمان إيش لونها؟ شقائق النعمان أحمر. أحمر، تحب اللون الأحمر؟ تحبه؟ وأنا كمان بحبه. طيب حبيبي يا زين كل احترام وتحياتي لإلك، شكرا لإجابتك الرائعة. طيب يعطيكم ألف عافية طلابنا مجموعتنا الحلوة. ننتقل إلى الجزء، ننتقل إلى لحظة شوي بس خليكم معي، ثواني ثواني قليلة ونعود مرة أخرى إلى الدرس إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية يا طلابنا الحلوين. إذن أجزاء النبات زي ما حكينا هناك خمس أجزاء للنبات،
5 أجزاء للنبات، لا يستطيع النبات أن يستغني عن أي جزء من هذه الأجزاء. كل جزء له وظيفة، كل جزء له وظيفة معينة، كل جزء له وظيفة معينة يقوم بها. فلا طبعا بدون هذا الجزء لا يكتمل نموه، يعني بدون الساق لا يكتمل نمو النبات، بدون الأوراق لا تستطيع الأوراق أو لا تستطيع النبتة أن تعيش وقت طويل، لأن الأوراق لها مهمة والجذور لها أهمية. كل جزء في هذا النبات له أهمية. تعالوا نشوف مع بعض ما أهمية أجزاء النبات وما أهمية كل جزء من أجزاء النبات من خلال هذا الفيديو المعروض. خليكم معنا دقائق فقط. طيب لو جينا سألنا سؤال، لو جينا سألنا سؤال يا صف ثالث، خلونا نسأل سؤال، أهم جزء برأيك في النبات، ما هو أهم جزء في النبات؟ بدون هذا الجزء لا يستطيع النبات أن يقوم بوظائفه، لا يستطيع النبات أن يقوم بوظائفه. السلام عليكم أصدقائي. وعليكم السلام. طيب بدي أسأل أصدقائنا الحلوين ونسألهم نفس السؤال مرة أخرى، برأيك ما هو أكثر جزء مهم جدا في النبات؟ لا يستطيع النبات الاستغناء عنه، بدونه يموت النبات، ينتهي لا ينمو. برأيك هل هي الورقة؟ ممكن ورقة النبات لو أنا قطعتها يموت النبات؟ ولا لو قطعت جذره ممكن يموت النبات؟ أم لو قطعت الساق يموت النبات؟ لو قطعت الزهرة يموت النبات؟ أو لو قطعت الثمرة يموت النبات؟ يلا أشوف مين فيكم الشاطر اللي جاوبني عليه، أشوف مين الحلوين اللي رافعين إيديهم. طيب نشوف حدا ما جاوب اليوم. مرام، مرام اتفضل يا مرام، اتفضل يا مرام. كنان. أنا كنان. كنان معلش حبيبي حنغير الاسم إن شاء الله. كنان تفضل يا كنان، أعطيني اسم أهم جزء في النبات اللي إذا قطع هذا الجزء يموت النبات على الفور، خلاص ما بينتي ما بيستطيع النمو. جذر. برافو عليك، برافو عليك يا كنان. طب وين بينمو هذا الجذر؟ أين ينمو؟ تحت التربة. تحت التربة، لو أنت خلعت هذا الجذر أو قطعته على طول أريد النبات بيموت، لأنه هو اللي بيوصل الماء والأملاح، هو اللي بيثبت النبات وبيمنع سقوطه، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. أحسنت يا كنان. طيب خلونا نشوف هذا الفيديو الصغير والجميل. هذه أمي، إنها تحب أن تزرع النباتات والورود في حديقة منزلنا، وأنا أيضاً أحب النباتات والورود كثيراً، وسوف نتحدث اليوم عن النباتات. هيا بنا نبدأ. النباتات مشابهة للإنسان إلى حد كبير. إذن النبات بيشبه الإنسان، مش بيشبهه بالشكل، بيشبهه في تركيبه أو في طريقة تركيب جسمه. الإنسان جسمه بيتكون من عدة أجزاء، رأس، بطن، أيدي، قدمين، عندك مجموعة من الأجزاء، أذنين، كل هاي بتتركب مع بعض بتعطيك إنسان كامل. طب يا ترى هل النبات يتكون من مجموعة أجزاء؟ لو لزقناهم في بعض بيعطيك نبات كامل؟ تعالوا نشوف صديقتنا إيش راح تحكي. كما أن للإنسان أعضاء تقوم بمهام مختلفة، فإن للنباتات أجزاء مختلفة ولكل منها وظيفته الخاصة. تمام، إذن كل جزء في النبات له وظيفة، ما بينفع واحد فيهم يروح ياخذ وظيفة الثاني ويعمل عليها. نتعرف الآن على أجزاء النبتة: الأوراق، البراعم. فكرة البراعم يا أولاد يا حلوين، البراعم هي عبارة عن أزهار صغيرة، الزهرة وهي مغمضة بسميها برعم، الزهرة الصغيرة بسميها برعم، الزهرة قبل أن تتفتح شايفينها هي مسكرة. الزهرة الوردة اللي في النبات، هو ليش كتب لي عليها برعم؟ ليش كتب لنا عليها براعم؟ لأنها مغلقة، مغلقة لسه ما تكونت، ما فتحت وصارت زهرة كاملة، لساتها مسكرة. يعني البيبي الصغير للزهرة بسميه برعم، برعم، برعم يعني الطفل الصغير الذي لم يتفتح، لكن لما يتفتح ويكبر بسميه زهرة. هذا ماخدينها نبات لساته مش مفتح. الأزهار، الساق. شايفين الأزهار مفتحة أكبر من البرعم. نستكمل. الثمار والجذور. لنلقي نظرة أقرب إلى البراعم، البراعم تحمي الأزهار والأوراق الصغيرة من عوامل البيئة الضارة.
هذه معلومة لإلك، هذه معلومة أنت مش مطالب فيها خلال الدرس، هذه المعلومة لإلك يا مس، تعرف لي إياها. إنه البرعم اللي هو الورق الأخضر اللي محيط بالزهرة، بس البرعم بيحمي الزهرة جواته لحد ما تكبر وتفتح، بيبدأ يتشقق عنها أو بيبدأ يروح القشور، يصير زي القشور، يفتح تدريجيا مع أشعة الشمس الحلوة وبتبدأ يتفتح في فصل الربيع، تمام؟ طول ما الزهرة لسه تبيبي صغير بيحميها بداخلها مين؟ اللي هو البرعم. البرعم، ركز معي، كنا نعيدها مع بعض. عيدها لأمك، عيدها لماما، واحكي لها يا ماما اليوم أنا عرفت إنه الزهرة بتبقى مخباية في البرعم. البرعم فرعون صغنون نستكمل. هذه الزهور وهي أجمل أجزاء النبات. الله عليه، مين بيحب الأزهار؟ كلنا أكيد، مظبوط؟ تمام. الأزهار أجمل جزء في النبتة، أجمل جزء في النبتة هو الزهرة. الزهرة هي أجمل جزء في النبتة لأنه بتعطينا ألوان حلوة، ألوانها جميلة وأشكالها جميلة، وكمان شوية رح نعرف أهمية الزهرة للنبات. ألوان مختلفة ويحب النحل أن يمتص رحيقها. وهذه الأوراق. تمام، إذا الزهرة الجزء الأجمل في النبات، طبعا رائحتها جميلة وألوانها جميلة تجذب النحل، ألوانها جميلة ورائحتها جميلة. طيب هلا نيجي لمين؟ للتركيب الثاني وهي الورقة. وهي من أهم الأجزاء في النبات، فيها مادة تسمى الكلوروفيل التي تعطي الأوراق لونها الأخضر. تمام، إذن الورقة أيضا جزء مهم جدا في النبات. الورقة يوجد بداخلها مادة أو صبغة يا حلوين اسمها الكلوروفيل. كلورو لحال، فيل لحال، كلوروفيل، كلوروفيل. هذه انت مش مطالب فيها، كمان برضو معلومة جديدة، هذه المعلومة حلوة كثير راح تفيدك في السنوات القادمة، راح تاخذها ان شاء الله بالصف الرابع ولحد ما تستكمل دراستك. اذا معظم اوراق النباتات لو انت بتطلع على الحديقة او بتدخل منتزه او بتشوف طبيعة او بتشوف غابة بتلاحظ انه يغلب عليها اللون الاخضر. لماذا يغلب عليها اللون الاخضر؟ لانه جميع الاوراق بتحتوي على صبغة لونها أخضر اسمها الكلوروفيل. هذه الصبغة هي اللي بتخلي الورقة لونها أخضر. تمام؟ تمام، نستكمل نشوف إيش أهمية هذه الورقة. طب ليش ربنا صبغها باللون الأخضر؟ طب لماذا وضعت صبغة الكلوروفيل فيها؟ تعال نشوف. وهي مسؤولة عن امتصاص ضوء الشمس لصنع الغذاء. برافو، الله عليك يا ورقة، شوف الورقة قديش بتتعب. الورقة يوجد بداخلها مادة تسمى الكلوروفيل، هذه المادة أو هذه الصبغة الله سبحانه وتعالى وضعها في الورقة عشان تمتص ضوء الشمس. شوفني فيكم الشاطر الذكي، رح أسأل كمان شوي سؤال مهم جدا وعليه درجتين، خليك معي. الكلوروفيل هذه الصبغة تعمل على امتصاص ضوء الشمس، هي اللي بتمتص ضوء الشمس وبتعطيه للورقة وبتحكي لها يا ورقة يا حلوة يلا شدي حيلك واصنعي لنا الغذاء للنبات، يلا انت ام النبات كله بدك تصنعي له الغذاء عشان توزعيه على النبات والنبات يكبر ويصير اخضر ومترعرع وحلو. تمام تمام. طيب لماذا السؤال اللي عليه درجتين، لماذا يكون لون النبات في فصل الشتاء او في فصل الخريف لونه أخضر مصفر أو بيكون لونه على صفار؟ يعني بتكون الكلوروفيل قليلة فيه، صبغة الكلوروفيل ما بتكونش كتيرة. أشوف مين الحلوين اللي يجاوبنا على هذا السؤال عليه درجتين، نشوف مين اللي رافعين إيديهم. كنان نقاء معتصم، نشوف حدا ما جاوب، تعال نشوف. إسراء تفضلي. إسراء اسرع علوان. يا مس تفضلي جاوبي. حبيبتي عندك اي فكره اسراء؟ طيب تمام، نشوف اكثر من اجابه، نشوف مين كمان معانا. ايوه اسراء، عيد السؤال. حاضر حبيبتي، حاضر، حينعاد السؤال ولا يهمك. السؤال بيحكي لك انه صبغه الكلوروفيل هي التي تعطي اللون الأخضر للنبات. السؤال بيحكي لنا لماذا يكون لون النبات في فصل الشتاء أو في فصل الخريف بيكون أخضر مصفر، بيكون لونه أصفر، لماذا؟ ليش صارت صفرة ورقة النبات مع أنها كانت في الربيع ما أحلاها وخضرة؟ لماذا اختفى اللون الأخضر تدريجياً في ورقة النبات؟
أشوف مين حيجاوبنا. أيوة إسراء، عندك أي إجابة يا مس؟ لأن نسبة الكلوروفيل تكون خفيفة. برافو عليك، لأنه الكلوروفيل بيكون خفيف. طب إيش اللي خلى الكلوروفيل يكون خفيف؟ لماذا؟ ليش راح الكلوروفيل؟ من إشاعة الشمس. أيوة، إيش من إشاعة الشمس في فصل الشتاء والخريف؟ قليلة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا إسراء. أنت يا إسراء أحلى درجتين في النشاط، إن شاء الله راح أحط لك إياهم. برافو عليك يا إسراء، برافو عليك يا إسراء. بتحكي لنا إنه النبات أو صبغة الكلوروفيل في فصل الشتاء، في فصل الشتاء وفي فصل الخريف بتكون قليلة، بتكون قليلة بسبب البرودة. لما بتكون الجو بارد يا مس بتكمش ورقة النبات مع البرودة، فيقل فيها نسبة الكلوروفيل، بيقل نسبة الكلوروفيل، فعشان هيك بتبين صفراء أو صفراء مخضرة، هيك بتكون لونها أصفر، تسقط تدريجيا. كل احترام لك يا إسراء، وجزيل الشكر للمتابعين اللي معاك في البيت وبشاركونا معاك. أحسنت يا إسراء. طيب تمام، هيك نرجع مرة أخرى للفيديو نشوف صاحبتنا وزميلتنا اللي طولنا عليها. إذن الذي يجعل النبات صحيا وقويا، هذه هي الثمرة. تمام، إذن عرفنا إنه الورقة هي مصنع الغذاء، مصنع الغذاء، مطبخ الغذاء، المطبخ تبع الورقة اللي بيتناول منه الغذاء هو الورقة، مطبخ النبات هو الورقة، الورقة هي اللي بتصنع الغذاء لأنه فيها كلوروفيل، فيها الغاز تبعنا الكلوروفيل موجود فيها الغاز. ما عليك يا ورقة إلا تعملين لها، تركبينها الطبخة وتعطي النبات والطعمية عشان ينمو ويترعرع ويصير نبات أجمل. تمام، مين عنده لحتى الآن أي مشكلة قبل أن ننتقل إلى الثمرة؟ اللي عنده أي مشكلة مش فاهم ما وظيفة الورقة أو مش فاهم ما وظيفة اللي هي الزهرة، ياريت يعطينا عشات يكلمني عشان نرجع نعيده. ما في أي مشكلة مس، ما في أي إحراج، أنت إذا عندك أي مشكلة بنعيدها مرة واثنين وثلاثة لحتى تستوعبها. تمام، كله تمام. Thank you. أستكمل. وهي الجزء الذي نأكله. الله عليك، الله عليك يا ثمرة. الثمرة هي ألذ جزء في النبتة، هي الجزء الذي يرغب فيه الإنسان، هو الجزء الذي يستخدمه الإنسان في مطبخه. مش بس أنت يا نبتة عندك مطبخ، كمان إحنا عندنا مطبخ، بس إحنا بناخد الثمرة من عندك ومنعبيها في المطبخ وبنقوم بصنع غذائنا الخاص فينا من خلال الثمرة التي تؤكل، الثمرة التي تؤكل. بعض هذه الثمار حلوة وبعضها حامض وبعضها مر. سبحان الله، سبحان الله، هنا نشيد بعظمة الخالق وعظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الثمار، في خلق الثمار. الله سبحانه وتعالى خلق الثمار متنوعة، أطعمها متنوعة غير متشابهة، عندك كل ثمرة لها طعم، منها الحلو، منها الحامض، منها المر، ومعظمها طبعا هذه ثمار تحتوي بداخلها على بذور، هذه ثمار تحتوي على بذور. وأنا بدي أسألك سؤال، لما أنت تفتح حبة الماندا بتلاحظ أنه فيها بذرة، لما تفتح معظم الثمار بتلاقي بداخلها بذرة، الزيتون فيه بذرة، البلح فيه بذرة. طيب لماذا؟ ما أهمية البذرة؟ ليش ربنا خلق بداخلها بذرة؟ ما أهمية البذرة؟ هذا برضو كمان سؤال استنتاجي عليه درجة، أشوف مين حيجاوبنا على هذا السؤال، أشوف مين الحلوين اللي حيجاوبونا على هذا السؤال. أيوة، أشوف مين اللي حيجاوبنا على هذا السؤال. سؤالنا بيقول ما أهمية البذرة الموجودة في داخل الثمرة؟ نشوف مين طلابنا الحلوين اللي رافعين إيديهم. بدي حدا ما جاوب بالمرة، ما شارك، بدي أكبر قدر ممكن من الطلاب يشاركوا معنا. يارا حبيبتي، راما نشوف راما غراب، راما في مجال تجاوبينا؟ راما حبيبتي يا مس، في مجال تفتح الفيديو ونشوفك؟ في إمكانية يا مس؟ إذا بتسمحين نشوفك فيديو؟ تمام، أعطينا الإجابة. أنا يامي. معلش مش سامع، عيدوها تاني، ممكن تعيدوها؟ أنا يامي. أنت يامن؟ يامن، ماشي يامن. طيب تمام، شوي بس نشوف راما، اتفضل يا يامن، ممكن تفتح فيديو يا يامن؟ شوفوك زملائك؟ مش شايفينك أحسن. طب أنا بدي أشوفك، في إمكانية؟
هاي فتحنا يا بس. تحياتي يا أم يامن. حبيبتي. طيب نشوف يامن. يامن نطلع عنا هنا على الشاشة أشوفك، أشوفك زملائك. اتفضل اتفضل يا يامن، سعد لي صباحك يا يامن. أعطيني يا يامن أهمية الثمرة، ليش أنت لما بتفتح البذرة داخل الثمرة، لما بتفتح البذرة بتلاقي بداخلها في ثمرة، في بذرة، آسفة، ما أهمية هذه البذرة؟ ما أهميتها؟ لماذا خلقها الله؟ ليش في البذرة؟ الزراعة. برافو عليك، أحسنت يا يامن، أحسنت أحسنت أحسنت، برافو عليك يامن. بحكي لي ممكن ناخذ هذه البذرة ونقوم بزراعتها، مثلا اللي هو النواة أو العجمة أو اللي بنسميها التسمية تبعتها، الاسم العلمي لها البذرة. طيب ماشي يا يارا. وين يارا؟ يارا يارا تفضلي يا يارا، خليك معنا يامن، خليك يامن معنا يارا. يارا يارا ممكن ممكن تفتح، ممكن تفتح الفيديو يارا نشوفك. يارا تفضلي يا رجاء، تفضلي تفضلي يا مس جاوبي. يارا تفضلي جاوبي، تفضلي يا يارا حبيبتي. مات ايش السؤال؟ السؤال بيحكي لك ما أهمية البذرة. حاضر يا مس، هينا حجاوب، حسألك يا مرة أخرى، ما أهمية البذرة الموجودة داخل الثمرة؟ ما أهمية البذرة الموجودة داخل الثمرة؟ يعني أنت بتفتح حبة الزيتونة بنلاقي جواتها بذرة، نفتح البلحة بنلاقي جواتها بذرة، لماذا خلقها الله؟ يا من جواب، جواب بدي أشوف جواب، بدي جواب يا من ولا بيختلف. مات مات نعم تحافظ على النبتة. أيوة تفضلي يا مس. تحافظ على نوع النبات. ممتاز يا يارا. يارا بتحكي لي يا مس عشان تحافظ على نوع النبات من الانقراض. تحافظ على نوع النبات من إيش؟ من الانقراض. برافو عليك، أحسنت يا يارا، إجابتك رائعة جدا، رائعة يا يارا. يارا حكت لنا إنه يا مس الله سبحانه وتعالى خلق لنا الله سبحانه وتعالى خلق البذور، البذور مختبئة بداخل الثمرة، البذرة داخل الثمرة مختبئة، لماذا؟ كي طبعا نقوم زي ما يامن حكانا عشان يمس أخذها وأزرعها وأحصل على شجرة جديدة كاملة. كمان يارا حكت لي كي تحافظ على نوعها من الانقراض. أحسنت يا يارا، إجابتك رائعة يا يارا، شكرا لكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. خلينا نستكمل بس النقطة اللي ضايلة عنا، في عنا نشاط، في عنا نشاط، خلينا نشوف هذا النشاط يا مس، واشوف مين الحلوين اللي حضروا دفاترهم ويحضروا اوراق لنكتب هذا النشاط. حضر لي ورقه او حضر لي دفترك اذا كنت حابب نشوف السؤال. يلا يا حبيبي يلا اشوف مين حيجاوبنا على هذا السؤال. عندك سؤال؟ من اكون؟ من اكون؟ 1 2 3 معاك، معاك 3 دقائق. يلا بدي اشوف مين بسرعة في الاداء وكمان حلو وشاطر وما شاء الله عليه. كبرت انت لسه بصف انت الان؟ راحت الصفحة، راحت تمام، هلا بترجع شوي ثواني. خليك معي، حضر لي الورقة والقلم، حضر لي اياهم واستعد لكتابة النشاط. من اكون؟ النشاط من اكون؟ عندك 1 2 3 خطك مرتب ووضعك تمام عشان تجاوب لي على هذه الثلاث أسئلة. شفت بسرعة ومعنا 3 دقايق وانا بسرعة. لا يا مس عادي عادي، مش مش ما تستعجليش يا يارا، معكم انا. تفضلي يا يارا. هاي تمام. طيب نشوف نشوف مين حابب يجاوبنا. رائف ما سمعتش صوتك اليوم يا رائف، أعطيني إجابة السؤال الأول. أيوة يا رائف. الجزر. أقرأ لي السؤال كامل يا رائف، بحب الطالب اللي بيقرأ السؤال كامل. أنا جزء من النبات، لوني بني، أنمو تحت الأرض، التربة، الجزر. الجذر. أحسنت الجزر. أحسنت، برافو عليك، أحسنت.
أحسنت يا رائف، برافو عليك. كنا عارفينها. طيب كم واحد عرفها؟ يرفع لي إشارة الريز هاند عشان أشوف كم واحد عرف يجاوبها صح لحاله. إذن الجذر جزء من النبات. أيوة ارفع لي بس الريز هاند حبيبي. أيوة جزء من النبات، جزء من النبات ينمو تحت التربة. يلا السؤال الثاني، السؤال الثاني شوف مين الناس ما شاركت معنا ولا مرة. بدي الناس اللي ما شاركت ولا مرة. حاتم، إسراء، رائف جاوبوا. أشوف مين في عندي. راما، يارا، يمنى. يمنى ما سمعت صوتها اليوم نهائي. يمنى يلا يمنى ممكن تشاركينا. يمنى أنا. صباحك حبيبتي. أيوة أنا مصنع الغذاء في النبات ولوني أخضر. يعين. الورقة. يعين على اللون الأخضر. أحسنتي. اسمها الورقة. الورقة هي مصنع الغذاء في النبات، هي الورقة. برافو عليك يا يمنى. أحسنتي يا مس، أحسنتي. طيب نشوف كمان الإجابة. السؤال الثالث اللي بعديه. أيوة إذا الخط مش واضح يا مس أو في أي مشكلة ياريت تحكولي بنكبر لكم إياه. أشوف يلا السؤال الأخير. نقاء ومعتصم ما سمعتش صوتهم اليوم. اتفضل يا مس. اتفضل نقاء. اتفضل حبيبتي. اقرأي السؤال. اقرأي السؤال. أنا أحمل كل أجزاء النبات وأنمو تحت التربة. أوبا لا هنا الغلط مني. أنا أنمو في كلمة مش مظبوطة. أحمل كل أجزاء النبات. كل الأجزاء أنا بحملهم. خلينا نجاوب بالأول وبعدين نشوف النقطة اللي مش مظبوطة. أيوة الجزء اللي بيحمل كل أجزاء النبات من هو؟ أيوة. جذر. لا يحمل كل أجزاء النبات. كل الأجزاء بيحملهم فوق مين هو؟ أيوة الساق. الساق. برافو عليك. طب في كلمة في التعريف مش صحيحة، تقدر تطلعي لنا إياها وينها؟ اقرأي لنا إياها. الأرض. فيها اقرأي لنا إياها ورح تعرفي وين الكلمة اللي مش صحيحة. أنا أحمل. أيوة أنا أحمل كل الأجزاء وأنمو. وين أنمو؟ فوق الأرض. برافو عليك. أحسنتي أحسنتي يا نقاء. برافو عليك. أنمو فوق التربة. فوق الأرض. برافو عليك. أحسنتي يا نقاء. أحسنتي. راح أحط لك درجة لأنك انتبهتي للنقطة اللي هنا. أيضا أنمو فوق التربة. تمام تمام. مين جاوبهم كلهم صح لحاله؟ مين كلهم كان عندهم صح ولا الأمانة يعني كان له عرفهم ما في عنده أي مشاكل فيهم؟ طيب تمام تمام. إذن خلونا نرجع لأجزاء النبات بشكل عام، نشوف مين الطلاب الرائعين والنشطين اللي كانوا مشاركين معنا اليوم. عندنا مجموعة جيدة ورائعة وأنا بشكركم. بشكر طبعاً أولياء أموركم اللي متابعينكم وموجودين معنا، الإميات كلهم والإبيات اللي يستعد صباحكم. وأنا للأمانة انبسطت فيكم كتير، وبتمنى إنه الحصص القادمة تكون أفضل، وبعتذر عن أي أخطاء كانت موجودة. يعني إحنا قيد التدريب فإن شاء الله بنكون أفضل ونقدم لكم أفضل أداء وإن شاء الله بتكونوا راضين عنا بإذن الله. مين عنده أي استفسار قبل أن نغلق الدرس؟ أي استفسار، أي سؤال يمس مش عارفه، أي نقطة مش عارفة ياريت تسألني، أنا موجودة ومعكم على مدار الحصة كلها وتحت أمركم بأي سؤال أنتوا حابين تسألوا. كلنا تمام. طيب من يجمل لنا بلغته الخاصة أجزاء النبات الخمسة؟ احكي لي يمس، أنا مش هنساهم بالمرة بحياتي كلها، ما رح أنسى الخمس أجزاء اللي أنت علمتيني إياهم. يلا نشوف طالب جديد ما جاوب معنا. يوسف. طيب نشوف يوسف. تفضل يا يوسف في مجال جاوبنا يا يوسف. نعم حبيبي يا يوسف. تفضل. مالك هيك متخبي؟ المره الجايه بدي نشاط يا مس، بدي نشاط وبتشارك وترفع ايدك حتى لو انت ما كنت عارف الاجابه، انا بساعدك. تفضل حبيبي يوسف. أعطيني أجزاء النبات الخمسة بسرعة 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 في الريرة. يلا الجزر. أيوة ممتاز. أسرع.
أيوة الساق صح؟ صح. ومين بعدين؟ اللي تصنع اللي تصنع الغذاء للنبات. أيوة اللي لونها أخضر الحلوة هذه. إيش بنسميها؟ أنا أسهلها عليك، الثمرة أم الورقة؟ الثمرة. الثمرة لونها أخضر؟ اللي لونها أخضر وبتصنع لنا الغذاء. مين هي؟ أيوة بتصنع الغذاء للنبات، للنبات اللي لونها أخضر وبتكون فاردة أيام الشمس وبتصير لونها أصفر وبتدبل وبتسقط في فصل الخريف. أيوة منسميها مين؟ الورقة أم الساق؟ أسهلها عليك أكثر، لونها أخضر. من هي؟ أيوة يا مس جاوب، الورقة أم الساق؟ لونها أخضر ومصنع الغذاء في النبات. أيوة يوسف، من هي الورقة ولا الساق؟ الورقة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا يوسف، أحسنت. يلا أعطينا كمان جزء، الجزء الحلو الزاكي اللذيذ اللي إحنا بناكله، بنسميه جذر أم ثمرة؟ ناكله ولونه حلو ملون وفوق التربة. برافو عليك، أحسنت يا يوسف، أحسنت يا يوسف، أحسنت. مرة جاية مس بدي تكون إن شاء الله أكثر تركيز، وإن شاء الله نستضيفك إن شاء الله ونشوفك هيك منورنا على في الحصة تبعتنا. ماشي حبيبي، سعد لي. طيب إذا أجزاء النبات 5 أجزاء كلنا عرفناها، وبتمنى من الجميع يكون وصلت الصورة وانفهمت ووضحت، وإن شاء الله يكون الدرس أخذ حظه وزيادة ويكون الدرس استوعبته جميعا. مين عنده أي استفسار قبل ما ننهي الحصة؟ يا ريت اللي عنده أي استفسار تفضل يحكي. تقول له تمام؟ يعطيكم ألف عافية وجزيل الشكر لكم لمتابعتكم، وشكرا لكم، شكرا للأهالي، وشكرا للطلاب النشطين اللي صحوا من الصباح عشان يحضروا حصة العلوم. وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. عندنا بس هنا سؤال من إسراء علوان، معلش معلش إسراء، بتحكي لي لو سمحتي عيدي لي سؤال الأشجار الحرجية. الأشجار الحرجية يا إسراء هي الأشجار التي لا تثمر، رح ناخدها لقدام شوي ما تقلقيش، بس أنا بحب أعطي المعلومة، بحب أولادي يكونوا عارفين كل شيء عن الموضوع، ما بحب أقتصر على معلومة فقط لحالها. بالعكس أنت طفل صغير لكن دماغك واعي ودماغك بيستوعب ويلقط المعلومة 100%، فحلو أنك تعرفها من بداية السنة. تمام؟ يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم طلابنا الأعزاء، وبتمنى لكم نهار سعيد وإن شاء الله موفقين في الحصص القادمة. كانت معكم المس أحلام أبو شويش، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. باي.